الحفل الثلاثين في ميدان الملك عبد العزيز واللي كان على كأسين، كأس وزارة الخارجية وكأس كلية الملك خالد العسكرية. التألق كان كثير كبير للجواد الأهيب اللي خطف كأس وزارة الخارجية وحصل على جائزة تقريبا كانت قيمتها 150,000 ريال، وهذا الجواد مملوك لسمو الأمير فيصل بن خالد. أما الجوبة أو جوبة اتألق بهذا الحفل أيضا وخطف كأس كلية الملك خالد العسكرية وحصل تقريبا على 120,000 ريال. احتضن ميدان الملك عبد العزيز في الحفل الثلاثين سباقات الخيل على كأس كلية الملك خالد العسكرية وكأس وزارة الخارجية. الشوط الأول اللي كان على مسافة 1400 متر استطاع جلاب الخير بعمر السنتين من الإنتاج المحلي والعائدة ملكيته لعبد الله نصيب من خطف المركز الأول. الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا فضل من رب العالمين. حصان يعني من بداية مشاركاته في نوفا وحقق المركز الثاني، وحصان يعني مؤهل انه يكسب في اي شوط من الاشواط. واليوم الحمد لله كان على يعني في الفورمه، والحمد لله الله وفقنا وكسبنا ان شاء الله الشوط الحمد لله. بينما ذهب لقب الشوط الثاني من هذا الحفل والذي خصص للخيل التي لم تربح من انتاج جياد السنتين وعلى مسافه 1400 متر لصالح الجواد برق الطارف لماجد مهل البقمي. أما الشوط الثالث فقد استطاعت الفرس ريم الخيل لأبناء عبد الله فراج العجمي تحقيق الانتصار والفوز بلقب هذا الشوط البالغة مسافته 1800 متر. اللهم لك الحمد، يعني فرحة لا توصف، انتصار الفرس ريم الخيل ورجوعها لمستواها المطلوب. اللهم لك الحمد، اليوم مشت على المسار اللي ينبغي وانتخذت انتصارها الرابع. اللهم لك الحمد. الفارس سواء السعودي او الكويتي طبعا ما ينقصهم الا بعض الشانس وبعض الخيل الجيده، وبحسب رايي انا ولو ياخذون قليلا من الدعم راح نشوفهم انتصارات بزود على الاجانب. اللهم لك الحمد، هالسنه مبينين ان خيال السعوديين افضل وافضل وافضل. اما الشوط الرابع والمخصص لمفتوح الثلاث سنوات فاكثر من الجياد والافراس المستورده استطاع الحصان اندلبل انك لعبد الرحمن المخضوب من خطف المركز الاول اللي كان على مسافة 1600 متر، وقد كان المركز الأول من الشوط الخامس مخصص لمفتوح الأفراس إنتاج السنتين على مسافة 1600 متر على كأس كلية الملك خالد العسكرية لصالح الفرس جوبا لأبناء هيف بن محمد القحطاني. الحمد لله، هذا من فضل ربي، وفعلا الفرس كنا متوقعينها كانت تحتاج مسافة أطول، هي حصر وركضة 1400 مركضين بالرياض، مركض أول مبتدئة كسبت، مركض ثاني على كاس جد ثاني، ويعني بخبرتي أنا وخبرة الخيال شفنا أنها تحتاج مسافة أطول، والحمد لله اليوم حطيناها في 1600 والحمد لله كسبت. الخطة أنه نكون من ضمن القائمة الخمس، والحمد لله احنا تقريبا اليوم صرنا ثالث الحمد لله، وهذا الخط اللي مأمولين ان شاء الله نتبعها الموسم هذا ونحصد على كيسان اكثر من كذا ان شاء الله. بينما ذهب لقب الشوط السادس المخصص لانتاج عمر 4 سنوات فاكثر لصالح الجواد يستحق العائده ملكيته لسمو الامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. وجاءت منافسة الشوط السابع لإنتاج مفتوح 3 سنوات فأكثر على كأس وزارة الخارجية الذي انتزعه البطل الأهيب لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. برق الطارف حصان بطل جاء ثاني في أسبوع اللقاء اللي فات، والأسبوع هذا ما شاء الله جاب أول. طبعا برق الطارف على الفحل جواد بقياده المدرب الكبير غيث الغيث، وان شاء الله في مفاجات البرق الطارف طيبه. مشاركتنا للشوط الثامن مع مجد النخبه، طبعا هذا حصان اشتريناه قبل يومين وان شاء الله مؤشراته طيبه ومتوقعين له خير ان شاء الله اليوم، متوقعين له سبق ومتوقعين ان شاء الله انه
ما يتعدى أول ثاني إن شاء الله. واستطاعت الفرس تطيب لسمو الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود من سيطرة على مجريات الشوط الثامن وخطف لقب هذا الشوط اللي كان على مسافة 1400 متر. أما الشوط التاسع فقد تنافست فيه الخيول المنتجة محلياً عمر 3 سنوات على مسافة 1600 متر، وقد استطاع الجواد سيف البيان لمحمد الحماد وإخوانه من تحقيق اللقب. إلى الشوط العاشر والأخير تنافست فيه الأفراس المستوردة عمر 3 سنوات فأكثر على مسافة 1400 متر، واللي استطاعت تحقيق الفوز هي الفرس أميزنج سبيد لإسطبل الشاكرين.